كيف لا يكون ميلادك يا رسول الله سلوة لتلك القلوب التي كانت تشتاق إلى باب على المحبوب، باب ندخل به على حضرة مولانا سبحانه وتعالى. يا رسول الله، يا رسول الله، نحن نجلس لا لشيء إلا لكي نرتشف من ذلك الرحيق الذي علمتنا إياه عندما أرسلت إلينا نسمات هواك التي لها أرج يحي ويموت بها وتموت بها المهج. يا رسول الله، هذه الأنوار التي أرسلتها إلينا أنا أشعر، ورب يشهد، أنا أشعر بأن ما أرسلته من شوق يكاد لا أقول يلفح قلبي، ولكن يكاد يذوب فيه قلبي عندما قلت اشتقت لإخواني. هذا عجيب. لا أقول أن تنزل من علياء مقامك يا رسول الله وأنت تبيت عند ربك يطعمك ويسقيك، ولكن تريد أن تمرر إلي بعض الشراب الذي سقاك الله إياه، وبعض الغذاء الذي غذى به قلبك لتغذي به قلبي. كيف لا أشتاق إليك؟ كيف يمر الربيع ولا نذوب لك؟ أنت يا رسول الله خفت على قلبي، عرفت أنني إذا أحببتك وأقصى منى الحبيب ليس أن تقع عينه على من يحب، ولكن أن يقع نظر من يحب عليه. فعندما تكلمت عنا يا رسول الله قلت في رفق وود وإرادة للحفاظ على قلوبنا من أن تتشقق شوقا إليك إذا علمنا بأننا لن نقع تحت نظرك. فقلت يا رسول الله قوم آمنوا بي ولم يروني، ولم تقل قوم آمنوا بي ولم أرهم. فالحمد لله على نظرك، ونظرك يا رسول الله مسطور في الكتاب، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. يا رسول الله، نحن في الحقيقة لا نجعل هذه الحلقات لكي نعرف أحدا بفضلك، هذا عبث، ولكن نحن جعلنا هذه الحلقات لنكشف ونظهر للناس كيف يذوب المحبون في حبك. لا أتكلم عني وعن المصريين، ما أتكلمش عنا بس، أنا أتكلم عن العالمين، أتكلم عن كل مسلم. كيف أن ربيع بالنسبة له، أنا أعرف أناسا ربيع لهم نجاة، يغرقون في الذنوب حتى إذا جاء ربيع يفتحون باب المعاهدة مع الله، وكأنهم يقسمون على الله بمحبة رسول الله ألا يعيدهم إلى ما لا يرضاه. فيا رب اجعل هذه الحلقات وصلا بحضرة النبي، واجعلها شفاعة، واجعل كل من نكون معهم في هذه الحلقات من سائر المسلمين في كل أقطار المسلمين الذين عاشوا معنا في بلدنا مصر، والذين ضمتهم هذه البلد الكريمة بأنوارها وأسرارها وحبها لرسول الله. نحن في مصر نطير إلى حبك يا رسول الله، وأنت تعرف هذا، أنت تعرف أننا نذوب في حب آل البيت لأنك تحبهم لأنهم جزء منك، ونذوب في حب الصحابة الذين هم حملوا أمانتك رضي الله عنهم وعليهم السلام. اللهم إنا نسألك بحبنا لحضرة النبي، ونسألك بحب حضرة النبي الذي لا يرد ولا يخذل، أن تجعل محبته نورا لقلوبنا، وأن تجعل ما نحتفل به بحضرته بابا من أبواب الأدلة على حبنا له. فنسألك ألا تقطع عنا فرحا بحضرة النبي، فبشرنا بأنه من فرح بنا فرحنا به. اللهم اجعل هذه الحلقات رسالة حب تفرح حضرة النبي بها يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين.